الحاجات دلوقتي. من حضرتك بس فاكهة ولا يعني جبر خواطر؟ لا كان ايام ما كان عقيد وعميد كان بياخد فاكهة. ده عندي زباين كتير. عندي زباين كتير مش شخص سنان. ولوقات كتيرة يعني بالصراحة لان الواحد الحمد لله لسانه حلو. وهي حاجة من عند ربنا. طب بتبيعه بكام للرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا؟ الرئيس السيسي لو خده كله ببلاش مش كده. لا بالصراحه يعني هو الراجل ده شرفنا والله اللي هو جانا امبارح. صرف النظر على البيع والشراء شرفنا اللي هو جه امبارح. لما الرئيس بيشتري مين بيدفع الفلوس؟ هل الرئيس نفسه ولا الحرس؟ انا ما شفتش بصراحه عشان محمد امبارح اللي كان واقف. عشان ما اكذبش عليه. انا ما شفتش حاجه قبل كده كان هو الرئيس لما كان ايام عقيد وعميد وليو. هو اللي بيدفع نفسه. وكان يركب العربيه كان يقعد جنب السواق. ما يركبش ورا. كان ركوبه في العربيه اللادة ايام ما كان في الجيش كان يقعد جنب السواق ما كانش يقعد ورا بما يرضي الله عشان دي امانه ربنا يحاسبنا عليها اليوم القيامه. طيب امانيكم كلها اتحققت بلقاء الرئيس ولا في حاجات تانيه عايزينها؟ باذن الله انا عايز معاش عشان عندي 59 سنه وماليش شغلانه غير دي. عايز معايش محمد اخويا ان شاء الله نعمل له كشك باذن واحد احد ومعايش. وهو من كده كده متعالج على حساب الدوله وكلمني قلت له الحمد لله ربنا انت كريم يا رب. بعدها بساعتين بعت له عربيه وديته المستشفى. بعت له حد يعني وداه المستشفى دار الفؤاد وقال له عملوا له التحاليل والاشاعات ويعني مهتمين بيه جدا يعني بالصراحه. فده كرم من ربنا سبحانه وتعالى ثم من سياده الرئيس يعني. ناس بتسال اشمعنى الحاج سيد او الحاج محمد بالتحديد؟ احنا هنا الناس كلها انا بقالي 26 سنه الناس كلها من كبير لصغير اللهم لك الحمد يعني كله ايه محبب من عند ربنا. الناس تحبنا جدا 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 وتقف معانا في اي موقف. محمد يعرف بقى العيله كلها بصراحه لان كان زمان عنده كويسين جدا. طيب بتروحوا لبيت الرئيس او حاليا دلوقتي القصر الرئاسه؟ لا 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 ما بتفش عليه. ما بتروحوش؟ لا 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 لا, لا. اللقاء مجرد لقاء في الشارع. بصراحه يعني وصى علينا ربنا في شر المرض وربنا يزيد كمان وكمان ويديله عمر فوق عمره. عشان هو البلد اللهم صل على النبي كده ولسه كمان حاجات بتقعد 20 سنه تتعمل هو عملها في سنه. ومحمد اخويا قال له طبعا انا اعرف سياده الرئيس بقالي 26 سنه واعرف سياده الرئيس ايام ما كان لسه عقيد وعميد ولو اعرفه حتى لما كان عميد لما كان لواء يعني. فمحمد اخويا بيقول له منور الشاشه يا سياده الرئيس اللي كان مع حسني مبارك ساعتها وبتاع. قال له منور الساس والله يا فندم ربنا يزيدك يا رب حاجه النبي. فقال له الله يخليك قال له قبل ما اشوفك رئيس. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى استجاب لكلمه محمد يعمل لك معاش ويعمل كشك ايه تبيع ايه لان الفاكهه برضه مش قد كده معانا المحلات الكبيره ريحتنا شويه. فعايزين كشك اللي هو محل بقاله يعني سجاير وحاجه ساقعه وشيبسي يتعمل شوكولاتات وحاجه زي كده وعايزين معاش. قال لي ماشي يا سيد. فعدى فهو الرجال عمل الورقه كده فسياده الرئيس عدى لاحظ الورقه راح لف تاني بالموكب بتاعه وراح جاله. طبعا محمد وجيه وجعان فبص كده لا محمد يا محمد مالك؟ قال له سياده الرئيس وجعاني فيها عصب كله تعبني ما بقدرش امشي عليها زي الاول وكده يعني. قال له خلاص يا محمد ماشي. قال له والله يا فندم سيادتك احنا عايزين معاش عشان ما عندناش معاش وعايزين كشك. واخويا سيد مراته عندها السرطان كان جالها سرطان الثدي وعملناه يعني في اسكندريه بصراحه على حسابنا وعايزين نعيش لاخويا سيد. قال له خلاص ماشي يا محمد يا جماعه شوف محمد اللي هو عايزه اعمله له. وعدكم الرئيس بي بي بالحاجات بالمطالب اللي طلبتهم؟ قال له بص محمد اللي هو عايزه اعمله له. بس انا شايف العربيه لسه موجوده. العربيه بتاعتي؟ العربيه الفاكهه هتبقى موجوده برضه ان شاء الله. ده الكشك هيبقى لمحمد العربيه دي باسمنا. هتبقى موجوده ومرخصه ان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله. طول ما ربنا موجود سبحانه وتعالى هو معانا ان شاء الله باذن واحد احد. طيب رساله اخيره بقى تقول ايه لسياده الرئيس والشعب المصري؟ انا بقول ربنا يخلي لنا بسياده الرئيس والشعب المصري كله بفائقته كله احسن شعب في العالم. انت اجمل حاجه شفتها الحمد لله رب العالمين.